ثلاثة أشياء لازم تتنبه لها قبل السواقة في بريطانيا. لازم أي شخص يحاول أنه يسوق في بريطانيا يتنبه لهذه الأشياء ويكون على دراية بها. أنا أعطيها الآن فرصة أنه يمر. أنا وقفت صراحة هذا كان أصعب شيء لي. يا إذا جت سيارة من الجهة المقابلة وأن جاي من هذا الخط، هذا الخط ما هو خط واحد، هذا خطين. السلام عليكم ورحمة الله. فقط هي ثلاث أشياء غريبة بصراحة ما شفتها للسواقة في بريطانيا. لازم أي شخص يحاول أنه يسوق في بريطانيا يتنبه لهذه الأشياء ويكون على دراية بها. أنا معي تجربة شخصية وعندي خبرة طويلة في السواقة، أكثر من 15 سنة أسوق، إلا أني عندما سقت السيارة من مطار هيثرو في لندن لأول مرة أصبت باكتئاب في ثاني يوم، وحتى أني فقدت الثقة أني ما أقدر أسوق في هذا البلد. لذلك لابد لأي شخص يحب يسوق في بريطانيا يعرف هذه الثلاث الأشياء، إحنا راح نطلع عليها في هذا الفيديو. أول حاجة هي الإشارة، عند الوقوف عند الإشارة وعندما تفتح الإشارة الخضراء في تقاطع، وإن تحب ترجع يمين أو يسار لابد أنك تتنبه لهذه النقطة. أنت لك الحق أنك ترجع يمين، وإذا كانت الإشارة خضراء يحق لك أنك ترجع يمين، لكن بحذر وتعطي الأولوية للآخرين بالمرور. إذا وجدت فرصة مناسبة اتجه لليمين. شوفوا الآن كيف يدخل السيارات. وقفت السيارة هذه الأوبا، وقفت حتى يعني يجد فرصة ويدخل يمين. شوفوا الإشارة يقول له ارجع يمين. أنا بصراحة هذا كان أصعب شيء لي السواقة في اليوكي. كيف يرجع يمين صاحب الأوبا وما في معايا، وهذه السيارة البلاك والبيضاء والرصاصية اللي وراه ما في أي إشارة تعطيه يمين، والسيارة الجاية هذه المرسيدس جاية. بصراحة هذه كانت من أصعب الأشياء التي واجهتها في السواقة. لذلك إذا تنبهتم لهذه النقطة الكل شيء مشابه للسواقة في بقية الدول. وإذا كنت في الاتجاه المعاكس وتحب ترجع يسار، أيضا يحق لك أنك تقف في وسط الخط أو الطريق وترجع لليسار إذا سنحت لك الفرصة، لأن الأولوية هي دائما للمتجه بشكل مستقيم. هذه أول شيء وأخطر شيء وأكثر شيء أربكتني صراحة في السواقة، حتى أني أتذكر أني في إحدى المرات ذهبت إلى ذلك التقاطع وجلست أراقب السيارات كيف تعمل. يعني تركت السيارة ركنتها في مكان ورحت ماشي وجلست أراقب السيارات وأشوف كيف تعمل السيارات، لأني حتى فقدت الثقة في الجي بي اس. الجي بي اس يقول ارجع يمين، طيب كيف أرجع يمين والسيارة في الإشارة خضراء؟ أشوف الناس أيضا تزمر لي من وراي، أطلع وين؟ أقطع إشارة؟ لذلك هذه كانت هي أصعب شيء ما كنت فاهمه، وبعد أن يعني تعرفت على هذه النقطة أصبح الموضوع سهل وحلت لي إشكالية وعقدة كبيرة جدا. سيارة تروح سيارة ترجع. يعني شوف الآن هذه السيارتين، أنا الآن أمامي سيارتين بالصدفة، وجميل إني أشرح لكم. شوفوا هذه سيارة وراي رايحة وفي سيارة أمامها، لذلك واحد منهم يرجع على جنب ويسمح للسيارة المقابلة أنها تمر، لكن المكان طبعا ضيق جدا. شوف هذه الفكرة، يعني أي حد جديد بصراحة بيستغرب، يعني كيف أنا أعطي أرجع يمين وأعطي فرصة هو يمر وبعدين أنا. ولكن هذا شيء ايضا شائع وكثير في طرقات بريطانيا، لذلك لازم ايضا نتنبه لهذه النقطة انك تعطي الاخرين ايضا فرصة للمرور في مثل هذه الشوارع. شوارع مثل هذه الشوارع اللي انا فيها الان، هذه المنطقة التي اسكن فيها، هي معظم شوارع اليوكي. يعني أنا زرت مدن كثيرة وتقريبا كلها بنفس الطريقة. يعني
اليوم الجو طبعا ممطر وأجواء غاية في الجمال والروعة، والطرقات والسواقة في هذه الطرقات بصراحة متعة، مع أن الطرق ضيقة صغيرة، لكن السائقين بصراحة يجدوا متعة في السواقة في مثل هذه الأماكن. الشيء الثالث اللي ما ذكرناه لكن شفناه، يعني إذا جت خلونا أغلق. طيب الشيء الثالث اللي ما ذكرناه، إذا جت سيارة أمامك وأعطيتك ضوء معناها انطلق، أوكي، إن أنا سمحت لك. يعني إحنا عندنا الضوء، إعطاء الضوء في السيارة يعني أن تنبيه إنك ما تتحرك. هذه كمان ممكن تسبب إشكالية للناس الجايين من هذه البلدان، بلدان العربية طبعا. إحنا لما نعمل الضوء معناته انتبه أنا مستمر في المشي في السيارة، لكن هنا لا، إذا أعطيته ضوء يعني امشي، أوكي، أنا راح أنتظرك. لذلك هذه انتبهوا لها، وما تعطي ضوء لأي أحد إذا أنت ما بتعطيه الأولوية في المرور، أوكي. مع هذا الجو الرائع وقت الغروب من وسط مدينة برمنغهام، لكم تحياتي وسلامي، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وفي أمان الله.